شركة الإضاءة مرة قوية. يس يس كذا إز ماتش بطر. التيشيرت هذا اللي عليه صورة القائد إيروين من زمان أبغى ألبسه، ماني لاقي مناسب ألبسه. الله يجي له يوم، يجي له يوم، وجاء اليوم. يب جاء اليوم اللي ألبس فيه تيشيرت عليه صورة القائد إيروين. فيب كلمة شكر وعرفان لكل التضحيات التي قدمها فيلق الاستطلاع وقائد إيروين وكل يا هلا والله بالجميع، معاكم الوجيه، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية. أنا ماني فاكر وش كان عنوان حلقة اليوم، ولكن اسمحوا لي أعطيها كذا عنوان طويل. حلقة اليوم كانت عبارة عن صفوا القلوب علشان بكرة عندنا معارك وأهم من أي ماضي مقلوب بقلم الوجيه. وللأمانة يا جماعة يعني الجلسة هذه، جلسة تصفية القلوب، هي كانت حاجة كنا نحتاج نشوفها للأمانة من زمان، سواء بهذا الشكل أو بطريقة ثانية. نحتاج نصفي القلوب، كان لابد من إنه هذه الجلسة تتم عاجلا أم آجلا. إحنا نتكلم عن أحقاد دفينة موجودة عند كل شخص تجاه شخص معين أو مجموعة معينة. إحنا نتكلم عن ذنوب أرقت عيون وأثقلت صدور، وآن الوقت إنه الواحد يبوح فيها ويفضفض عنها. جلسة فضفض أبطالها كثيرين. اللي في قلبك قوله، اللي في خاطرك لا تخليه. لو عندك شيء تبغى تقوله ترى هذا أنسب وقت. لو عندك سر تبغى تعترف فيه، مصيبة سويتها في الماضي، هذا الوقت أنسب شيء. لو عندك غضب كابح، هذا أفضل وقت إنك تخرجه، سواء بالكلام أو حتى بالعنف. الجلسة هذه لازم نخرج منها وإحنا متأكدين إنه الماضي خلاص صفحة وانطوت ورحلة وانتهت، مو شرط للأبد، على الأقل إلى أن نشوف لنا حل البقعة اللي قاعد يسويها إيرين. الجلسة هذه لازم نخرج منها وإحنا هدفنا واحد. وللأمانة، للأمانة لفتة جدا جدا رائعة من الكاتب، وتثبت لنا قد إيش هو معتني بالتفاصيل، أو بتفاصيل قد يعتقد البعض إنها كانت غير مهمة. لا، ضرورية جدا ومهمة لرسم مستقبل إيش ممكن يصير في الحلقات القادمة. الجلسة هذه كان لابد انها تصير، وشكرا انها صارت. فعلى السريع عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهه، قبل ما نبدا في فيديو اليوم، لو ما كنتم مشتركين في القناه اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات على طريقكم. واحب اذكركم انه الضغط على زر الاعجاب شيء مره مهم وبيساعدني كثير لو عجبكم الفيديو. لو ما عجبكم الفيديو ترى من ابسط حقوقكم حطوا ديسلايك، لو يوصل لين اخر يخرج كذا برا الشاشة. واسمحوا لي قبل ما نبدأ مناقشة اليوم أذكركم بالراعي الرسمي لهذا الموسم من Attack on Titan، وهو متجر إيدو، واللي أرسلوا لي هذا التيشيرت الجميل للقائد إيروين وغيره من التشكيلات اللي كنتوا تشوفوها في فيديوهات سابقة. ما عليكم إلا أنكم تدخلوا على الموقع الموجود في صندوق الوصف واختاروا التيشيرت أو البلوفر أو المنتج اللي يعجبكم، وقبل ما تشتروا أي شيء من عندهم تأكدوا أنكم تستخدموا كود الخصم تبعي وجيه علشان يجي خصم يحبه قلبكم. طيب يا جماعة، كيف تقدر توحد صفوف مجموعة من البشر بينهم ماضي مليان دم وحقد وغل؟ الآن اللي قدامنا مصيبة كبيرة، الشلة ذولي مجتمعين ويقولون الآن قدامنا مصيبة كبيرة، إيرين وعمالقة الدك، مشاكلنا وماضينا ما راح يفيدنا بأي شيء، إلا بالعكس لو ركزنا على الماضي والمشاكل اللي بيننا راح نزيد الطين بلة، ويمكن إيرين يخلص دك وإحنا باقي نتضارب هنا. العالم حاليا منتظر إنه يندك تحت أرجل عمالقة الدك وإيرين، والحل الوحيد إننا نتحد علشان نقدر نوقف الدك والإبادة الجماعية هذه. ولكن قبل ما نتحد، قبل ما نضحك على بعض باسم الهدف الأسمى وهو إنقاذ العالم، لازم نجلس، لازم نجلس كذا جلسة، سواء تمت الجلسة دي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الجلسة هذه لازم نجلسها وكل واحد يطلع اللي في قلبه، علشان بكرة إذا صرنا في مواجهة العملاق المؤسس وعمالقة الدك نكون متأكدين إن القلوب صافية وإن الماضي خلاص صار ورانا أو صار أو تم تأجيله إلى وقت آخر. حاليا لازم نركز في هدف واحد، لازم نتكاتل. وبالفعل هذا اللي حصل، بس ركزوا اننا نتكلم عن فضفضة مليانة دم ومليانة قتل وغدر واسرار جدا خطيرة. احنا ما نتكلم عن شلة جالسين يفضفضون عن سوق الطماطم وسوق الخضار وسبب ارتفاعه والفوضى دي، لا، ما نتكلم عن شلة جالسين يفضفضون لبعض عن مين افضل Attack on Titan ولا ون بيس، لا، احنا نتكلم عن ناس قتلت، عن ناس دمرت اسوار في بارادايس، عن ناس تسببت في موت الكثير من الابرياء داخل بارادايس، نتكلم عن ناس راحت وسافرت الى مارلي وسوت البطيط فيهم ودمرت وقتلت برضه، نتكلم عن خيانات وعن كذب وعن غدر وعن اشياء كثيرة. فمن الطبيعي الجلسة هذه ما تكون بس سواليف وضحك وشرب شاي وخمرة وشوية ادام من ايد هانجي، لا، طبيعي جدا انه الاجواء تتحول الى اجواء مليانة غضب وكراهية الى حد
لحد ما. واللي سواه جان فراينر امر طبيعي جدا بعد ما عرف عن قصة ماركو، بل من كثر ما الموضوع جدا طبيعي وعادي انه كنا متوقعين انه ذي الاشياء بتصير. هانجي كانت تتفرج وهي ساكتة قاعد تطبخ، تشوفهم يتضاربوا، كملوا كملوا، طلعوا اللي في قلوبكم يا جماعة، خلوا الليلة هذه تنتهي وكل واحد خلاص مطلع اللي في قلبه. حتى ماغث اللي هو القائد واللي اخبر منهم واكبر واحد في الجلسة كان متكي وقاعد يشرب، طلعوا اللي في قلوبكم، فضفضوا، لا تخلوا شيء، اي شيء في صدرك كبه، تبغى تضارب اضرب، سوي اللي تبغاه، لانهم عارفين انه اي شيء بيصير في هذه الجلسه هو شر لا بد منه. اهم شيء انك ما تحول عملاق، لا تحول عملاق يا اني سكرانه. اضفضوا، اتضاربوا، طلعوا في قلوبكم، بس بالله من دون تحولات ومن دون مصايب. اوكي، ومن ضمن الاسرار اللي انكشفت اليوم هو انه راينر اخيرا اعترف باحد اكبر ذنوبه واللي كانت سبب في انفصامه، وهو قتل ماركو. في حال انكم ناسين، كان صديق جان الصدوق في النهار وفي الليالي السود. حتى لما جان ضرب راينر، من كثر ما راينر كذا حس انه في شيء، في عبء كبير خرج من داخل صدره، ما تحرك ولا دافع عن نفسه، اضرب، اعطيني، كسر اسناني، سوي اللي تبغاه، اهم شيء اني طلعت هذا السر اللي كان قاتلني واثقل كاهلي. حتى يلينا مثل ما توقعنا في الحلقه الماضيه انه ماغث ربما يكون يعرف ماضيها او بينهم ماضي مشترك، ولكن الحقيقه انه يلينا طلعت غير كل الشيء اللي كنا متوقعينه او الشيء اللي هي كانت تحاول توصله لنا ولي برادايس وللشيء اللي حوالينا. يلينا يا جماعه بعد ما تم التقصي والبحث عن ماضيها بواسطه ماغث وبيك، اكتشفوا انها لا من مارلي، بنت مارليه وكل شيء، لا هي من دولة ثانية ولا أي بطيخ. يلينا خلاصة الكلام كذا، يلينا طلعت من مارلي ووقعت في حب زيك وحب فكرة إنقاذ العالم، وسوت سيناريو كامل كله علشان تمشي في خطة معينة من دون ما تصير لها أي إشكالية. ما أدري ليش ما انصدمت، لما عرفت إنه يلينا من مارلي، كيف صدمة، بس ما هي ذيك الصدمة، عارفيني يعني، أمر طبيعي صح. برضو آني قالت معلومة جدا مهمة ومفصلية في هذه الجلسة يا جماعة. أوكي حلوين، أوكي إحنا الحين قاعدين نفضفض وقاعدين نطلع اللي في قلوبنا وقاعدين إيش نحاول نخرج الأحقاد اللي داخلنا صح؟ بس علموني، إحنا الحين نفترض إننا خرجنا من ذي الجلسة وإحنا متفقين ومتوحدين، كيف راح توقفون إيرين أنتم؟ انسونا، إحنا مستعدين نسوي أي شيء عشان نوقف إيرين، بس أنتم أصدقاء وحبايب، كيف راح توقفون إيرين؟ هل أنتم مستعدين تقتلون إيرين؟ يعني من جد؟ كيف راح توقفون إيرين؟ أنتوا تقولوا إحنا راح نوقف إيرين وراح ننقذ العالم، كيف راح توقفونه؟ شلون؟ تتوقعون إنه شخص اتخذ خطوة كبيرة زي كذا وأوريدي عمل تضحيات وسوى مصايب كثيرة، تتوقعون إنه لو رحت وجلست جنبه قلت له يا إيرين تكفى ارجع البيت بيقول أوكي يلا مشينا؟ لا، للأمانة ما تم اتخاذ قرار واضح أوكي بنروح نقتله ولا لا، ولكن اللي عرفناه إنه حالياً الجماعة آرمين وميكاسا والشيلة يقولوا إحنا والله أول هدف عندنا حالياً أو أول خطة إننا بنروح نتكلم مع إيرين، بنروح نجلس مع إيرين، ما أدري كيف بيجلسوا معه، ولكن بيحاول يوصل إيرين يتكلموا معه ويحاولوا انهم يخلوه يوقف المصيبة اللي هو قاعد يسويها. وفيما معناه يعني اتوقع لو فيه تحليل ممكن نخرج، هو ما قالوا الكلام ذا واضح وصريح، ولكن لو في تحليل ممكن نخرج منه من هذا الحوار هو انه شوفوا لو ما قدرنا نوقف إيرين بالحوار وبالكلام، ذيك الساعة لكل حادث حديث، هل نقتله، هل نحاول نوقفه بطريقة اجبارية، او كيف ممكن يصير، ما حد عارف. ولكن اللي هم وضحوا الحين احنا نتكلم مع إيرين، إذا ما زبط الكلام ذيك الساعة لكل حادث حديث. فإيش ممكن يصير إذا ما إيرين سمع الكلام؟ وهذا لو قدروا يوصلوا له وتكلم، والله أشياء كثيرة صعب الواحد يبدأ يحلل فيها. خلاص الكلام إنه إيش، بنروح نتكلم مع إيرين، زبط ما زبط لكل حادث حديث. واللي عرفناه برضو يا جماعة إنه الآنسة كيومي، لو فاكرين اللي جات وقالت لميكاسا أوه أنت واحدة من جماعتنا ومامتك واحدة من جماعتنا ومن هذا الكلام، وشافت الوشم اللي في يدها، يب هذيك السيدة، نفس الست هذه لما جات في زيارتها الأولى أخذت بعض الوقود الموجود أو الخاص ببرادايس وقالت بنروح إيش نشوف إيش ممكن نسوي فيه من تقنية، والآن يفترض إنها راجعة البرادايس ومعاها طائرة مصنوعة من هذا الوقود الخاص بجزيرة برادايس، وصنعت طائرة خاصة لمراقبة عمالقة الدك. هي ما صنعتها لأنها عارفة إنه إيرين راح يدك العالم، ولكن صنعت الطائرة هذه علشان لما تشوف عمالقة الدك في حال انه تم تفعيلهم في الخطة القديمة اللي هي فعل شوية عمالقة الدك، تكون هي في السماء وتشوف الموضوع من فوق. الان راح يتم استخدام هذه الطائرة علشان يلحقون وراء إيرين. كيف شكل الطائرة؟
ايش وضع ام الطائره هذه وكيف تطير بحكم انها مستخدمين فيها وقود مختلف عن اي وقود ثاني موجود في العالم، ما حد عارف، ولكن بنشوف كيف بيكون وضعها في الحلقات القادمه، هذا لو ما صارت بقعه يعني للطائره، لانكم شفتوا المينا فوضى. عموما بعد ما الكل اخرج اللي في قلبه، بعد ما الكل نفس عن غضبه، انتهت الجلسه على اتفاق جميع الاطراف في هذه الجلسه انه خلاص لازم نتعاون ونصير يد واحده علشان نوقف إيرين، لأنه اللي قاعد يسويه مهما كان الماضي ومهما كانت الدماء القديمة ومهما كانت الفوضى اللي صارت في الماضي، اللي قاعد يسويه إيرين أبدا ما هو حل ويعتبر شيء غير إنساني تماما. ولكن البقعة والمصيبة الكبيرة اللي صارت الحين هو إنه اليجريين وصلوا إلى المينا وسيطروا عليه سيطرة تامة، ومعهم أسلحة ورماح البرق، مستعدين، عارفين مرة مستعدين، وراح تصير بقعة كبيرة وراح نشوف معركة كبيرة وطاحنة ما بين اليجريين وما بين الشلة اللي دوبهم كانوا يفضفضوا البعض. والأدهى والأمر إنه الآنسة كيومي طلعت برضو أسيرة عند اليجريين، وهذا يحطنا في مصير أمام الطائرة. إيش بيصير في الطيارة ذي؟ طز في الآنسة هذه عبدة النفط مدري الوقود هذاك. ولكن فعلا يعني إذا الطائرة هي الحل الوحيد إنهم يوصلوا الإيرن، فمصيبة لو ماتت الآنسة كيومي أو مات الطاقم تبعها الخاص بتشغيل الطائرة. عموما ممكن نشوف معركة طاحنة، وكمان ممكن نشوف جلسة تفاوض ونقاش على حياة الآنسة كيومي، لأنه ذي الآنسة ما ينفع تموت الحين، خليها تورينا كيف تشغل الطائرة وبعدين اقتلوها براحتكم. في كلا الحالتين سواء تمت المفاوضة وما تمت، اللي إحنا متأكدين منه إنه الحلقة الماضية راح يكون فيها طحن 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 ما فيها كلام. الجماعة خلصوا فضفضة، خلصوا كلام، كل شيء صار وراهم، ما في إلا إنهم رايحين لإيرين. وش الشيء اللي يحول بينهم وبين إيرين؟ هما اليجريين وأسلحتهم وفلوك والفوضى اللي صايرة في المينا. فتوقعوا أي شيء في الحلقة القادمة، توقعوا إنه في شخصيات مهمة تموت، توقعوا إنه في شخصيات مهمة ممكن تتقطع، ما أدري، ممكن تصير أشياء كثيرة، لأنه مستحيل المعركة هذيك تتم ببساطة. يعني خلاص سيطرنا على المينا يلا نمشي، لا، بتصير بقعة. إيش من بقعات بتصير في الحلقة القادمة؟ الله يستر، إلهي يستر. لأنه برضو كمان لو تركزوا، إحنا ما نتكلم عن معركة بشر مع بشر، لا، نتكلم عن العملاق المدرع والعملاق العربة والعملاق الضخم والعملاق الأنثى وعملاق فلوك، واللي بالمناسبة لسه للحين، أو فالكو عفوا، واللي بالمناسبة للحين ما شفنا كيف عملاق فالكو إلى الآن، يعني كيف ممكن يكون شكل، هل بيصير زيه زي إيش كان اسم أخو غاليارد مارسيل، وزي يومير وزي غاليارد، ولا بيكون شكله مختلف، أو لأنه طفل صغير ممكن يطلع لنا واحد كده كتكوت كيوت، ما أدري، بنشوف كيف. ممكن هذا لو قدر أصلا فالكو أنه يخرج أو يتحكم بقوة العمالقة، لأنكم زي ما أنت عارفين الواحد لما يورث عملاق عادة يأخذ فترة كده يهبد فيها علشان يستعد، بس بحكم أنه فالكو متدرب ومحارب ومرشح لوراثة العملاقة العمالقة ممكن يكون عنده يعني إيش خبرة أفضل من الشخص اللي يرث العملاق من دون أي خبرة سابقة. ولا ندري برضو هل ليفاي بيشارك أو بيكون قادر على أنه يشارك في المعركة القادمة اللي راح تصير ولا لا بوضعه الحالي، لأنه وضعه الحالي مرة منتهي زي ما انتم شايفين. ولكن أتمنى أننا نشوفه في أرض المعركة، لأنه وجوده دائما ما يضيف متعة ولذة خاصة جدا في أي معركة تصير. فيب أتمنى نشوف ليفاي في المعركة، إن كان في معركة أو إن كان له نصيب من هذه المعركة. عموما خلونا ما نجلس نحلل ونفضفض أكثر من اللازم، ولكن خلونا نتفق أنه الحلقة القادمة مخبيت لنا أشياء ومفاجآت كثيرة. وخلونا ما ننسى برضو أنه الأنمي باقي له 3 حلقات فقط إضافية وينتهي البارت الثاني، ونشوف إيش الوضع، هل راح ينزل فيلم مكمل الأحداث ولا راح ينزل بارت ثاني مكون من مجموعة حلقات إضافية، الله أعلم. وأخيرا يا جماعة ضروري ضروري جدا ما ننسى المشهد اللي حصل في بداية الحلقة، مشهد رائع وموسيقى ملائمة للحدث خلت جسمي قشعر، لما كانت هانجي تتكلم عن انه كيف إيروين وعدد كبير من فيلق الاستطلاع ماتوا وضحوا بحياتهم لغرض انهم يحققون الحرية اللي كانت تستحقها بارادايس وشعب بارادايس، وإكراما لأرواحهم وأسماءهم وتضحياتهم، لازم نكون يد واحدة ونتخذ القرار الصحيح والإنسان. مشهد رائع ودمج جدا جميل للماضي والحاضر بإخراج والله تأثرت، مرة تأثرت بالمشهد عشان شفنا إيروين، صح؟ وجوه كثيرة مألوفة شفناها خلتنا نشوف كيف الماضي والحاضر تغيروا بشكل جذري، كيف المعلومات البسيطة اللي عرفوها سكان بارادايس عن حقيقة العالم الخارجي غيرت أشياء كثيرة جدا ورسمت ملامح جديدة لعالم يجهل مصيره
تحت رحمة إيرين ييجر. والله ما أخفيكم يا جماعة، برضو ملاحظة، يعني ما زال قلبي مرة محروق على الرسم والتحريك، يعني في كوادر كثيرة مرة كان المفروض يتم توظيفها وإخراجها بشكل جميل، بس والله يعني معظم المشاهد في الحلقة عبارة عن يعني كذا صور جامدة وفم يتحرك، ما في أي موشن، ما في أي كذا. يلا مش نسوي، أهم شيء القصة، أهم شيء القصة، أمرنا لله، أهم شيء القصة تمشي بمسار كويس، الرسم أمره هين. نقدر إيش نغض الطرف عنه. الله يعطيكم العافية يا جماعة، شكرا على حسن مشاهدتكم، لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب زي ما قلت لكم لأنه مرة مهم وبساعدني كثير، ولو ما عجبتكم الحلقة أعطوها ديسلايك، خذوا راحتكم أبد، ولو ما كنتم مشتركين في القناة اشتركوا، فعلوا جرس التنبيهات عشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول، وتعالوا تابعوني على مواقع التواصل الاجتماعي كلها بنفس الاسم وجيه أوتو. معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.